البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم 17 فيفريي قلت غادي نشارك معكم طلبيات ديال الناس انا جمعتهم ليهم وان شاء الله غادي نوصلهم ليهم حتى لاجونس وكتوصلهم حتى لباب الدار. شكرا على الثقه ديالكم وبصحه الناس اللي كتشوف لي بت هنايا في الفيديو بصحتك وراحتك حبيبتي تلبسي وتعاودي. نتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون دائما في المستوى ويا ربي ما تحاشمني مع حتى شي واحد. وبالنسبه اللي ما شافتش لا كوموند ديالي هنايا راه مازال غادي نرجع باش غادي نكمل لكم الجميع ديال الناس. انا غير قلت نشارك معكم هاد الطلبيات هادو اللي جمعتهم ونقربكم مني كتر. هاد الشيء اللي كاين ونتلاقاو ان شاء الله في شي موديل اخر غنزلو لكم ان شاء الله عما قارب.